وعندي فراخ متقطعه كيوبس على النار برضو بزيت الزيتون حراره عاليه. هنسوي البرغل مع البندوره، هنحتاج طماطم فريش، البندوره اللي هي الطماطم، طماطم فريش وطماطم صلصه. اذا عندي هنا الصلصه، هاتوا نبتدي اول حاجه. ايه رايكم نحمر الفراخ الاول عشان ما يعني ما تزفرش، تدخل في الحراره العاليه تاخد صدمه، ممكن نشيلها ونكمل مكانها البرغل. شوف بس درجه الحراره ابتدت تعلى، في صوت اهو السيزلينج. طيب احنا عندنا ايه بس هنا؟ البهارات كمان هنحط، لو حبينا حرقه هنحط سنه شطه، برضو هنحط سنه بابريكا، وممكن نحط كمون عشان البرغل قلنا كده كده محتاجين معاه الكمون، وكمان نحط دبس فليفله بيدينا النكهه السموكي دي المدخنه. هحط الفراخ، ايوه هو الصوت ده، ونديها تحميره، وفي نفس الحله بعد ما نشيل الفراخ هنكمل. وعشان برضو الفراخ تاخد نكهه هنرش لها رشه بابريكا كده، مش هنحط ملح، لو حطينا ملح هتجيب ميه ومش هتتحمر. فهنحط بابريكا، رشة البابريكا، ورشة الفلفل الأسود عشان الزفارة، الفلفل نو صول، ملح مفيش دلوقتي. نديها تقليبة. هل أنا عايزة أسويها تماما؟ لا، ما هي لسه هتغلي مع الصوص، أنا عايزة أديها تحميرة بس على حرارة عالية. طيب قد إيه عندي برغل هنا؟ البرغل لونه أعناه، مش هينفش أكتر من كده بكتير في الحلة. فكان عندي كوبايتين برغل بعد النقع، بصوا بقى ما شاء الله عاملين قد ايه. ده البرغل، عندي البصل تقريبا بصله كبيره، او لانه مليانه بصل تبقى مرمله الوصفه دي، بصله كبيره او بصلتين وسط. عندي تقريبا كوبايه طماطم مفرومه، معلقه دبس فليفله، الصلصه هنحط معلقتين ثلاثه، هي بتبقى مليانه يعني حمرا لونها للاكله دي. تحميره كده، هجيب طبق عشان نطلع عليها. تيجوا نصور وصفة البرغل بالعدس، يلا بينا. بس لما نيجي نصور لازم انضف الطبق، ده عيب الاطباق البيضاء بقى في التقديم والتصوير، انه اي حركة في الطبق، عينكم معايا بقى يا كنترول، اي حركة بالطبق بتوسخ الطبق، والصورة لازم تبقى مشهية. على فكرة الاكلة دي لما تبرد بتمسك اكتر، هي بتبقى ماسكه نفسها اكتر. يلا بينا نصورها، محتاجه كزبره كده مش غطسانه جوه. على فكره انا ابتدى حبي للطبخ من زمان، بس مع بدايه السوشيال ميديا، وبحب التصوير، ودرست في الجامعه، كنت بدرس بالبكالوريوس مالتي ميديا، جزء من يعني دراسه الاعلام كان فيها جزء تصوير، تحميض بقى في المعمل، بلاك روم زمان بقى، في ناس فرجوا علينا جين زي ما يعرفوش يعني نيجاتيف، فاكرين يا كنترول؟ نيجاتيف. وكنا نعمل كاميرا من حاجه اسمها شو بوكس كاميرا، كاميرا من علب الجزم، نخرم فيها خرم ونحط خرم صغير، خرم ابره، ونحط فيها النيجاتيف، لانه هي عباره عن حساسيه النيجاتيف، النيجاتيف ده للضوء، ونثبتها بمكان تاخد كل الاضاءه وبعدين نحمضها وتطلع صوره. فتعلمت التصوير وحبيت الصراحه، فبعدين دمجت ما بين الاثنين، حبي للطبخ وتصوير الاكل والسوشيال ميديا. محتاجين برضو الباك جراوند ده، الفوطه، هاتوا نشوف. اوه بصوا بقى، دي الصوره اللي هتنزل لكم على السوشيال ميديا، هتشوفوا الصوره دي على السوشيال ميديا مع الوصفه. فراخنا اتحمرت جدا، ايوه هو الصوت ده، الله لونها يجنن، بس لسه من جوه مش مستويه 100%، وده اللي احنا عايزينه. بصوا متحمره بس لسه من جوه نيه، ليه؟ لانه انا مش عايزه اخليها فولي كوك وبقى تغلي مع الميه والبرغل وكمان تبقى ناشفه. مجرد التحميره اللي سابت لي تحت في الحله نكهات الكرمله الحلوه اللي هستفيد منها حالا. هنقوم واخدين مكانها البصل، قلنا في ترميله بيبقى، هنزود شويه زيت، اللي ما جربش لسه يطبخ بزيت الزيتون ناقصه كتير، يعني من الحاجات اللي بتضيف طعم للاكل بشكل رهيب. هنقلب، شوف خدت لون البصله ازاي، بس من الحاجات اللي كانت لازقه من تحمير الفراخ، وبالتالي خدت كل النكهات. هناخد دلوقتي، شو
شويه فلفل رومي اصفر او واحمر واخضر، ممكن تكتفوا بالاخضر لو ما فيش الفلفل الالوان. في المرحله دي انا هحط ملح، انا مش عايزه اكرملهم، هحط ملح وهحط كمان دبس الفليفله قبل ما احط الطماطم والصلصه. وهنطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. حطينا الزيت مطرح الفراخ، الزيت والبصل، زيت الزيتون والفلفل الالوان ودبس الفليفله. هحط دلوقتي الطماطم وصلصه الطماطم، هتقولنا هنحط كذا معلقه، واحد خلاص كده يعتبروا ثلاث معالق كبار. هرش شويه كمون، احنا قلنا البرغل مع كمون، وهنحط شويه شطه، دي حسب الرغبه، ممكن تحطوا فلفل حراق اصلا يعني يرجع لكم، تقدروا تضيفوا مع الفلفل الالوان فلفل حراق. هندي تقليبه، نحط الفراخ دلوقتي في المرحله دي تاني بالصوص اللي نزل منها كله، نكمل بقى السوا. ندي تقليبه للطماطم، دبس الفليفله مع الصلصه، هقلب كمان، احنا حطيناش ملح اوكي، هقلب البرغل ونحط الملح والميه وكده تبقى خلصت على السوا فقط. على فكره حلوه قوي دي، جنبها يبقى فيه زبادي، الزبادي بيليق جدا مع البرغل وبالذات لنكهه الطماطم بيبردها شويه. ندي تقليبه، نشرب البرغل بس قبل ما نحط الميه. على فكره ممكن تتعمل من غير فراخ خالص خالص يعني، بس انا حبيت النهارده اعملها لكم تكون وجبه متكامله مليانه بروتينات، الياف، خضار، فوائد، زيت زيتون، الاكل بوعي زي ما قلنا، ناكل حاجه طعمها حلو ومدركين فوائدها. ميه مغليه وهنظبط الملح، مش هنحط ميه كتير ليه؟ عشان احنا ناقعين البرغل، هو فاضل فيه يا دوبك انه يتشرب كميه السوائل دي. احنا انا فاكره اني حطيت ملح ولا مش حطيت؟ صح صح، حطينا مع البصل، برافو. بس طبعا حطينا بعد الملح بعد البصل مكونات كتيره، فهنظبط الملح. ملحنا بحري او هيمالايا او صخري او من سيوه، الصوديوم بتاعه مظبوط وما بيسببش انه يعلي الضغط قوي، بس كله باعتدال. حراره عاليه غلوه ونوطي الحراره زي كانه بنفلفل الرز، بس هو اسهل كتير من الرز لانه ما بيعجنش. بصوا ده اللي قصدي عليه، ما بتبقاش متفلفله زي الرز، بيبقى فيها الجوسنس دي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين؟ بسم الله، الريحه خطيره. الفراخ شكلها دايبه لانه احنا سويناها صح، ما سويناهاش كتير الاول. الاكله دي زي ما قلت لكم جنبها شويه زبادي بالثوم كده من غير خيار، شويه زبادي كده تديها قيمه غذائيه اعلى وتظبط الطعم. تحبوا تعملوها حراقه، قلبوا شويه فلفل حراق اخضر في الاول، احمر زي ما انتوا عايزين. مين زيي بيحب شويه المحروقين اللي تحت دول؟ كلنا كلنا شايفين هم المحروقين دول مكرملين، الحلوين اللي فوق دول يجننوا. طيب والله ما حاسه انها عايزه حاجه، هرش لها عشان ما اغطيش على المحروقين دول شويه بقدونس كده وخلاص.